اروس والنيو ايپيسوديو دو نوسترو بروجراما لوس ليديماس ديل موندو لا لينجوا الاسباني اول بحبكم اصدقائي وصديقاتي متابعينا برنامج لغات العالم اللغه الاسبانيه بسعد ان شاء الله كل حلقه عن التانية ان انا اكون معاكم في حلقه جديده برنامج لغات العالم اللغه الاسبانيه ودايما يا رب نتمنى ان احنا نكون بنضيف معلومه جديده في الجراماتيكا في القواعد في حروف الجر في حاجه في بوكابولاريو في حصيله لغويه عشان كده كل مره بنفكر يا ترى هنقدم لكم ايه تمام طبعا احنا مستمرين في تقديم سلسله اتمنى يا رب انها تكون شيقه يعني سلسله علماء سلسله ادباء سلسله من الشخصيات المشهوره المصريه طبعا بنتعلم من من الشخصيات دي حاجات كتير سواء تعليم لينا احنا في سلوكياتنا او في حياتنا او يبقوا نموذج وقدوه لينا دي حاجه تاني حاجه كمان ان انا بشوف السيره الذاتيه دي ان لينجو اسبانيولا باللغه الاسبانيه فطبعا زي ما بقول دايما نقول نجيب بابليتو كده ورقه صغيره ونجيب قلم معانا ندون مره اكتب فعل حرف جر رقم كذا وبعد كده باخد الحاجه اللي انا عملتها في الحلقه دي واعمل لها ايميتاسيون محاكاه يعني اخدها واعملها في سياق تاني النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شخصية مشهورة جدا ومعروفة جدا من مننا لا يعرف رفاعة الطهطاوي طبعا هنتكلم عنه كتير جدا وهو ليه فضل بقى يعني علينا كمان اللغات بصفة خاصة وحنشوف النهاردة ليه يبقى موضوع حلقتنا عن رفاعة الطهطاوي امبيساموش نبتدي مع بعض طبعا زي ما احنا شايفين رفاعة الطهطاوي بين دي البدايه fue un دِيَّ لا كلمة تيوريكو أصلا الكلمة الأصلية منها تيورية يعني إيه تيورية؟ آه نظرية يبقى إيش أون يعني هو صاحب نظرية دي لا إدوكاسيون التعليم مش بس كده ده إحنا هنعرفه يعني مكتوب عنه حاجات كتيرة جدا بنشادور بوليتيكو بنشادور جاية من البربو بنشار. يعني إيه بنشار؟ يعني يفكر يبقى يعني إيه بنشادور مفكر بوليتيكو يعني مفكر سياسي يبقى صاحب نظرية تعليم وفي نفس الوقت مفكر سياسي ايكونوميستا كمان ده عنده خلفية اقتصادية ايكونوميستا اي امبري دي لترس ورجل اداب الكي بودريا كلاسيفيكارسي احنا كمان ممكن نصنفه حاجة تانية كلمة كلاسيفيكار يعني يصنف يعني اصنف الحاجة كي بودريا كلاسيفيكارسي دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له اطلقت عليه ريفورمادور <سؤال> يعني كان مصلح طبعا مصلح ناحية الاجتماعية اي بيدا جوجو يعني معلم يبقى بيدا يعني معلم يبقى احنا نعرف ان كلمة بروفيسور معلم تمام لا هنحط بقى كلمة كمان نكتبها بيدا جوجو اس كونسيدرادو كونسيدرادو ده الفيربو كونسيدرار يعني يعتبر هنا بقى يعتبر البادري طبعا دايما حد لما تبقى فيه فكره معينه وهو يبقى صاحبها يقول لك ايه ده هو الاب الروحي ليها يعني هو بمعنى كده ايش البادري ديل بنشامينتو عربي هو اب الروحي للفكر العربي بنشامينتو يعني فكر وعربي اللي هو العربي مودرنو مش فكرة عربي وبس لا طبعا مودرنو يعني حديث اي فوندادور ومؤسس طبعا عايزه الفعل من فوندادور فوندار يبقى فوندار ده الفيربو وفوندادور هي الاسم منها فوندادور ديل ريناثيمينتو طبعا هو مؤسس ريناثيمينتو يعني النهضة كولتورال النهضة الثقافية دي إخيبتو لمصر طبعا هي مكتوبة كده انتر بارينتس بالقصين اللي هي باللغة العربية النهضة طبعا احنا في عصر طبعا ناس كتير جدا يمكن ما تعرفوش يعني يا نقرا عنه شويه برده عشان يزود انفورماسيون بتاعتنا اللي هو عصر النهضه بيوغرافية يعني سيره ذاتيه كلمه بيوغرافية حتى يعني طلبه الثانويه العامه عندهم الكلمه دي وما يقدروش ينسوها لانها حاجه مهمه جدا في البروجرام بتاعتهم في البرنامج التعليمي بتاعهم سيره ذاتيه وازاي اكتب سيره ذاتيه عن اي شخص مش بس شخص مشهور لا حد من عيلتي اي حد اعرفه ازاي ابتدي سيره ذاتيه ازاي اقول ولدة ازاي اقول سافر مثلا حصل على تزوجه يعني اخد مراحل من حياته واتكلم عنها كنتينو أموش. ناسيو طبعا ده الفعل اللي ببتدي بيه دايما كل السيرة ذاتية لشخص ناسيو ال 14 دي اكتوبر ولد في الرابع عشر من اكتوبر دي ميل اوتشيسينتوس تمام احنا تاني مرة نقول ميل اوتشيسينتوس كتير بنقول ميل نوبيسينتوس 1900 النهاردة هنقول ميل اوتشيسينتوس يونو يعني 1801 ان طهطه يعني هو ولد في مركز طهطه. اون ريليفانتي سنترو <applause> ايكونوميكو كلمة يعني بارز يعني حاجة عظيمة مميزة كده طبعا طهطة كان في ذلك الوقت مركز اقتصادي ايكولتورال وثقافي دي التو اخيبتو واحد يقول لي ايه ده مصر الطويلة انا اعرف ان كلمة التو دي لسه متعلمة في الاسباني معناها طويل لا السياق بيختلف هنا التو اخيبتو يعني في صعيد مصر او في مصر العليا دوندي باشو دوندي يعني حيث اه حد يقول لي لا انا خلاص اتعلمت دي مش معناها اين عشان معلاش أسينتو تمام اقول له موي برافو عليك دون دي باسو حيث قضى ده البيربو باشار معناها يقضي طبعا الاو هنا عليها اسنتو عشان الزمن طب انا لو شلت الأسينتو المعنى يتاثر ده مش يتاثر ده الزمن كله يتغير انا لو انا قلت مثلا باسو بتكلم على نفسي باشو البرانو مثلا ان اليخندرية يعني انا بقضي الصيف في اسكندريه باشو هنا معناه يقضي ده فعل في المضارع متصرف مع يو معايا انا لكن انا لو حطيت اسينتو لو انا قلت احمد باشو اه يبقى احمد ده اللي قضى يبقى ده في الماضي يبقى باشو من غير الاسينتو ده بالنسبه لها متصرف معايا انا ولكن في المضارع اما باشو اللي عليها اسينتو بتتكلم عن هو او هي في زمن الماضي دون دي باشو شو بريميرا انفانسيا حيث قضى مراحل الطفوله الاولى اي إنيسيو وبدا شوش استوديوس يمكن حد يقول الله ايه الحرف اللي محطوط ده هو مكتوب كده ليه؟ هقول له بقى تعالى نقول لك معلومه ايه ممكن تكون نوابة جديده لبعض الناس وممكن ما تكونش جديده بس هنقولها انا عندي ايه ايه حرف العطف زي اند كده وزي واب باللغه العربيه باللغه الاسبانيه إيه اللي هو الايجريجا اللي هو الواي بالانجلش يعني. يعني اقول مثلا احمد اي محمد. ممكن اقول الانجليش اي الاسبانيول والاسباني بعطف حاجه على حاجه. ولكن اذا فرض ان بعد ما اقول كلمه اي بص النطق بتاعها عامل ازاي؟ وتيجي الكلمه اللي بعديها بادئه بحرف الاي اللي هو اللي هو الاي بالانجلش هو الاي ان فما ينفعش اقول اي اي فعلشان كده في الحالة دي ببدل حرف الايجريجا اللي هو الواي يعني ببدله بالاي علشان ما يحصلش تقل في في النوت بتاعي. وبدأ دراسته، تعالوا نشوف بدأ دراسته ايه؟ شوش استوديوش. إن 1817 في عام 1817 ترش لا دي شو بادري وبعد وفاة والده بادري يعني أب، أنا ليه قلت شو؟ عشان والده هو حد يقول لي طيب انا عايزه اتكلم عن حاجه تخصني انا انا برضو هقول سو لا طبعا هقول مي يبقى انا مثلا لو خدت كلمه بادري يعني اب كده انا ما نسبتوش لحد لو انا عايزه اقول والدي هقول مي بادري طب والدك انت لو حد واقف قدامي تو بادري طب لو والده هو او هي يبقى سو بادري يبقى مي وتو وسو تريسلا مورتي دو شو بادري شيت راش دو آه الكايرو شيت راش دو الناس بقى اللي متابعه معايا ها برافو شيت راش لادو موي بيان سيت راش دو اه يعني ينتقل في الحياه من مكان لتاني يعني يعني بدل ما يبقى في القاهره يروح اسوان وهكذا انتقل في المعيشه اه الكايرو الى القاهره بارا استوديار هو راح القاهره ليه؟ بارا استوديار لكي يدرس ان الازهر طبعا في جامعه الازهر بيدرس ايه بقى تعالوا نشوف يلا هاتوا ورقه وقلم عشان نكتب عشان هو درس حاجات كتير سينسياس ريليجيوسس طبعا ده الاساس اللي هي العلوم الاسلاميه لينجوا لغه اي ليتر بصوا كلمه اي هي دي واي الاصليه بقى اي ليتراتورا والادب باخو لا ديريكسيون طبعا في حياه ناس كتير منك جدا بيبقى في حد علمه بيبقى في حد استاذه بيبقى في حد اب روحي ليه وبيبقى ده هو دايما الداعم ليه فمع الدكتور طه طبعا ده كان مع بيردونا مع رفاع طبعا ده كان شخصيه مشهوره جدا ما مايسترو وهو معلم كي اخر سيو طبعا هو دربه ومرنه على حاجات كتيره جدا اونا طبعا كان ليه تاثير غالب عليه جدا ان شو اورينتاسيون في ارشاده او في تعليمه اي على كي ديبيو واليه ترجع او يرجع جزء كبير جدا دي هو كان سبب وجزء كبير جدا في تشكيل فكر رفاع طهطاوي الشيخ حسن محمد العطار يبقى لو حبينا نقول مين بقى المعلم بتاع الرفاع الطهطاوي مين اللي خد بايده مين اللي ساعده الشيخ محمد حسن محمد العطور ان 1832 سنة 1832 تهطوي شي جرادوو شي جرادوو يعني اتخرج اي كومنسو ا وبدا في كومنسو ا ده تعبير على بعضيه اسمه كومنسو ا طب انا شفت كلمه بدا في حته تانية بس ما كانتش بالشكل ده تمام احنا في اللغه العربيه عندنا بدا يستهل يعني في افعال بتدي نفس المعنى نفس الحكايه للينجو اسبانيولا لو انا عايز اشيل كومينسو احط امبيسو الاثنين بنفس المعنى كومينسو ا ترابخار بدا في العمل كومو بروفيشور ان الازهر يبقى اول حاجه ابتدى بيها ايه كان بيدرس في جامعه الازهر جراسياس على أل عطار جراسياس يعني شكرا تمام بس انا اه طبعا هو يستحق الشكر يعني بس هنا مش معناها شكرا جراسيا اسأل عطار معناها بفضل العطار فوي ديش جنادو ايمان عينا رفاعة الطهطاوي امام للجيش المصري اخرسيتو يعني الجيش المصري طبعا دي كانت حاجه مهمه بالنسبة له في ذلك الوقت يعني اي ان ميل وفي عام 1826 عينه ايمان امام فين بقى دي لا ميشيون في البعثه ادوكاسيونال التعليميه كمحمد باشا اللي ارسلها محمد باشا الى باريس طبعا انه ينتقل مع بعثة تعليمية في ذلك الوقت اكيد ده هيبقى ليه اثر في حياته تعالوا نشوف ازاي ان باريس بيرفكسيونو يعني اتقن شوش كونوسيمينتوش دي فرانسيس طبعا انا لما اكون متعلم لغه حاجه بسيطه كده او معرفهاش قوي بس اروح بالبيس للدوله الاصليه بتاعتها اكيد لو انا عندي معلومه صغيره هتكبر ولو عندي ما عنديش معلومه هيبقى عندي معلومات كتير طبعا عشان براكتيكا التعامل والحياه اليوميه بتديني ماش انفورماسيون وماش بوكابولاريون طبعا زود معرفه <applause> عفوا في اللغه الفرنسيه لو وهو ما سمح له طبعا انا لما اتقن لغه دوله تانية اكيد هيسمح لي بحاجات تانية تعالوا نشوف مع بعض سمحت له بايه لو كيلي بيرميتيو إشتوديار طبعا كانت باب جميل عليه اتفتح اللي هو ايه يدرس إشتوريا تاريخ جيوغرافيا جغرافيا اي ليتراتورا واداب اي سيكومبيرتيو ان ترادكتور طبعا ده التحول العظيم في حياته اللي هو أصبح مترجم ترادكتور يعني مترجم طبعا عايزة أخليها مؤنث ترادكتوره هحط لها الأ طب بروفيشور مدرس عايزة أخليها مدرسة هخليها إيه بروفيشورة وهكذا المقطع أور إذا كان في المشكولين بالشكل ده فأنا لما أجي أعمله في الفيمينين هحط له الـ. أ كنتينواموش. نكمل ان وهو أصبح مترجم ترجم على وترجم الى اللغه العربيه كونوسيمينتوس طبعا ترجم حاجات كثيره جدا عن سيانسياش ميليتاريس العلوم العسكريه ان هندسه سيانسياش ناتوراليس علوم طبيعيه اي كيميكا كم المجالات اللي ترجمها كتير جدا ده بيدل على البراعه يعني انا ممكن اترجم تكستو في جريده في معرفش ايه اقول اه مثلا ده كويس لكن انه يترجم في مجالات مختلفه كده معنى كده ان هو كان عنده اللغه يعني بيرفكتا يعني متقنه الى درجه ان هو يترجم هذا الكم الهائل من العلوم اديماش دي تو داش استاس سينسياس كمان بالاضافه لكل هذه العلوم درس كمان ايه تنبين ايضا فيلوشوفيه ودرس علم الفلسفه ايه سوسيولوجيا تمام بيرو ولكن نو سليميتو سولو ا استوديار ما كانش بس محدد نفسه او مقيد نفسه في الدراسه بس لا كان في حاجه مهمه جدا سينو المسمو تيمبو يعني في نفس الوقت اوبشيربو اوبسربدو البيربو ايه اوبشيربار يعني لاحظ اوبشيربو تودو لوكي اوكوريا يعني مش بس كده قافل على نفسه وعمال يقرا ويترجم وخلاص ومش باصص على الحاجات اللي حواليه لا كان مهتم جدا بكل ما يحدث أكرية يعني يحدث اشو الريدور حواليه بارا طبعا في هدف ما انا مش هعزل نفسي كده وخلاص بارا عشان افهم عشان اتعلم تودوس لوش اسبيكتوس كل مظاهر دي لا نظام دي ان فرنسيا طبعا يشوف حوالين الناس بتتعامل ازاي الثقافه الفرنسيه بياخد طبعا معلومات لان انا بتعلم من الكتب حاجه وبتعلم من الحياه حاجه تانية اسي وهكذا فوي كان البريمير عربي هو العربي او الشخصيه العربيه الاولى ان بروبورسيونار الوش ليكتورس ان هو يمد الناس القارئه في بال... باللغه الفرنسيه يعني اون اكسبليكاسيون كان بيمدهم بتفسير كومبليتا مش تفسير بقى وكلام وحاجه وخلاص لا تفسير كامل ديل سيستيما بوليتيكو يعني انا مثلا قاعد في فرنسا واعرف اقرا فرنساوي شويه بس ما عنديش معلومات لما امسك بقى كتاب ومترجم بقى كده ويقول لي بيتكلم عن النظام الفرنسي بحاجة كويسه سيستيما بوليتيكو في حد يقول الله سيستيما ايه ده دي اخرها اه بس دي كلمه مؤنثه انتوا ما قلتوش سيستيما بوليتيكا ليه مش احنا قلنا ان المؤنث رمزه اه تمام حد تاني بيرد عليه يقول له ايه سيستيما دي كلمه شاذه اخرها ما وفي بعض الكلمات اللا إيش اسبانيولا بتنتهي بالمقطع ما لا انا ما بتعاملش معاها معامله المؤنث انا بتعامل معاها معامله ايه المسكولينو المذكر فبقول سيستيما بوليتيكا النظام السياسي دون بايش اوكسيدنتال طبعا كانت فرصه انه يفسر لهم النظام السياسي لدوله غربيه زي فرنسا في ذلك الوقت كان ليه مقوله حلوه جدا تعالوا مع بعض نشوف هو قال فيها ايه لوش فرانسيسس يعني الفرنسيون شون ايجواليس متساويون انت امام القانون متساويين في كل حاجه قدام القانون ابيشاردي على الرغم من دي على الرغم اختلافهم تعالوا مع بعض نشوف اختلافهم في ايه دي بريستيجيو المكانة او المنزلة بوسيسيون وضعه الاجتماعي اونوريس يعني التكريمات والمناصب اللي بيحصل عليها او الحاجات الشرفية ايه وحتى الثروة بتاعته يبقى المقوله بتاعته طبعا هو كان بيقول الكلام ده ايه؟ اشكريبيو كون ادميراسيون طبعا كتب الكلام ده وهو معجب وبيعبر عن اعجابه بالمقوله دي ان هو عايز يقول ان يعني ان في عداله قدام القانون بصرف النظر عن كل حاجه. أشوف ولتا عند عند عودته الى مصر ان ميل تايونو عام 1831 ترابخو اشتغل كومو ترادكتور كمترجم ديلا اشكولا دي ميديسينا في مدرسة الطب دورانتي دوشانيوس خلال عامين شيندو البريمير اخيبسيو كان اول مصري ان اوكوبار ان هو يشغل استيكارجو هذا المهام اشتا ان تنفس. طبعا لغاية الوقت اللي هو كان فيه طب ليه الكلام ده لان كان في مسيطر على موضوع الترجمه ده جنسيات مختلف نشوف زي مين دومينادو بور ماروكيش مغربة مغربة شيريوس سوريين اي امريكانوش وكمان امريكان فكون بقى يكون مسيطر على الترجمة اه بالذات في مجال الطب من الجنسيات دي ويجي بقى رفع الطهطوي يبقى هو ايه الالفة بتاعهم يعني على وفي نفس الوقت كي شوبر بيسابا كان بيشرف على لاشكويلا Preparatoria المدرسة التجهيزية أو الإعدادية de medicina للطب. إن 1833 أما في عام 1833 تحتوي شتراش لا دوأ. شتراش لا ها أي انتقل إلى. طب أنا عايزة أغيرها. ممكن أغيرها أه. سي مودو آه يبقى عندي حاجتين بنفس المعنى. انتقل أتورا. بارا ترابخار علشان برضو يشتغل كومو ترادوكتور كمترجم دي خيوغرافية اي ايشتوريا طبعا احنا عرفنا ايه دي اه اللي هي واه تمام نفس المعلومة اللي احنا قلناها قبل كده يعني هو ترجم جغرافيا وتاريخ ان ميلو كواترو في سنة 1834 بول بيو اه يعني عادة الى طب لو هو رجع من يبقى بولبيو دي عاد إلى الكايرو دي حيث بروبوشو طبعا عايز المصدر بروبونير تمام يبقى هو في الوقت ده لما رجع القاهرة عرض على محمد علي باشا عرض عليه إيه تعالوا نشوف مع بعض المشعود ابن أغا عرض عليه ايه بقى؟ لا كرياسيون انشاء دؤونا اشكويلا دي ترادوكسيون اللي هي مدرسه الترجمه كي تراشا بير فوندادا كومو اسكويلا دي ترادوكسيون طبعا هو يعتبر هو المؤسس بتاعتها اللي هي مدرسه الترجمه ان 1835 اما في عام 1835 بوستيريورمنتي باشو ايمارشي اسكويلا لينجوس طبعا بعد كده تغير اسمها اسكويلا دي لينجوس اللي هي مدرسه اللغات طبعا مكتوب العرب هي مدرسه الالسن إي اللي هي بعد كده تحولت الى كليه الالسن طبعا وهي من اعرق الكليات في مصر طبعا في دراسه اللغات اي جرادوالمنتي وتدريجيا في اشوميندو تولى المهام طب انا عايزه المصدر اشومير يبقى تولى مهام لا فورما طبعا ان هو يشكلها اي كونتينيدوس وان هو يعرف المحتويات بتاعتها لا فورما اي كونتينيدوس دي لاش فاكولتادس طبعا كان لازم يعرف اللي هي المحتويات بتاعه الكليات والمدارس اونيفيرش تاريش موديرناش طبعا مش اي كلام لا الحاجات الجامعيه الحديثه ترا ترادوكتوريس احنا قلنا يعني ايه ترادوكتور مترجم طبعا هنا خليتها ترادوكتوريس ليه حطيت لها إيه اس عشان انا عملتها جمع يبقى بروفيسور انا عايزاها جمع تبقى بروفيسورش تمام ترادوكتور ترادوكتوريش وهكذا لوش ترادوكتوريش فورمادوش انديتشا ديتشا اشكويلا طبعا المترجمين في هذه المدرسة المذكورة اللي هي مدرسة الألسن، ابرنديا كانوا بيتعلموا ايه عربي فرنسي، تركو كانوا بيتعلموا عربي وفرنسي وتركي ايه ايطاليان طبعا ده في بادئ الامر لكن بعد كده طبعا انشات اقسام كتيره جدا يعني وانا احد خريجي هذه الكليه طبعا كليه الالسن عايزه اقول لكم دلوقتي ان هي ككليه ما شاء الله يعني اضيف اليها اقسام كتيره جدا برتغالي وتشيكوسلوفاكي وكل اللغات موجود كوري وكل اللغات موجوده فيها تحتوي نوف لم يكن فقط البريمير ان كريار لو parecido a una فاكولتاد moderna. مش بس يعني كان هو الاول في ان هو ينشئ ماش باريسيدو حاجه مشابهه يعني لكليه حديثه لايكا يعني كلمه لايكا اصلا معناها علماني يعني سينو كي ولكنه كان ايضا في نفس الوقت هو الاول ان استابلسير انشاء انشأ موسيو متحف دي انتيجوداديش طبعا لكل الحاجات القديمه المصريه كاركتريستيكاش دي شو فيلوشوفيه طبعا رفاعه الطهطاوي ليه باع كبير في العلم وكان ليه سمات شخصيه لفلسفته التعليميه تعالوا مع بعض نتعرف على السمات اللي كان بيتميز بيها فلسفه رفاعه الطهطاوي في التعليم اول حاجه لا ادوكاسيون إش ال ديل يعني التعليم هو بدايه التقدم كلمه بريلوديو يعني هو بدايه التقدم ودي حقيقه اي سوسيداد اي مجتمع عنده ادوكاسيون كويسه عنده انسينيانسه كويسه ده طبعا بتبقى النبته الاولى والبذره اللي منها بعد كده بينمو المجتمع كله رقم اتنين ادوكاسيون دبي شير جلوبال يعني ايه دبي شير جلوبال؟ يعني عايز يقول ان التعليم لازم يكون عام ازاي عام؟ طانتو او متكامل يعني طانتو انشو كونتينيدو يعني يبقى تام في المحتوى بتاعه كومو انشو دوراسيون وزي امتداده يعني في محتوى وفي المده بتاعته طهطاوي كريا كيلا ادوكاسيون دايما دكتور رفاعه الطهطاوي كان بيعتقد في حاجه بيقول ان التعليم لازم يبتدي من الصغر ومنذ الميلاد تعالوا نشوفها بقى بالاسباني كريا كيلا ادوكاسيون دي بيا كون ال ناسيمينتو مع الميلاد دي بيا دال يعني ايه دي يعني يجب ان طيب احنا في المدرسه لما بناخد واجب زي كلمه هوم وورك بالانجلش اقول عليه دبير، تمام لا بقول عليه دبرس تبقى الكلمه مختلف يبقى طهطاوي كان بيقتنع طبعا ان التعليم يجب ان يبدا منذ الميلاد وطبعا هو عنده حق في اخر الحلقه طبعا الوقت بيمشي معاكم بسرعه جدا واحيانا بقى في معلومات ما بقدرش اكملها معاكم بس معلش بقى بين موتشاس جراسياس بور سو اتنسيون يا استا لا بروكسيما بيس اديوس